حج بيروت هو أكبر حرش أو حديقة سنوبر ببيروت، مساحته 350 ألف متر مربع، تخرب بسبب الحرب سنة 92، والريجون إيل دو فرانس من وقتها أخذت على عتقها إعادة تأهيله. نعمل ديزاين ونزرع عدد أشجار بهذا الحرش ما بين 96 وال 2002، وبال 2012 كان من المفترض يعاد فتح هذا الحرش ببيروت. جمعية نحن المؤلفة من 25 شخص عم بيقوموا بحملة لمطالبة إعادة فتح حرش بيروت. تنعرف أكثر عن هالحملة بنستقبل السيد محمود أيوب. مساء الخير محمود. محمد أيوب، مساء الخير وأهلا وسهلا فيك من الآخر. أهلا وسهلا فيكم. بنيويورك في سنترال بارك، بلندن في الهايد بارك، بفرنسا أو بباريس في البوت بولون، هو كلهم حدائق عامة لكل الأشخاص، والمدن الكبيرة مشهورة بهالحدائق. اليوم حرش بيروت هو حديقة عامة 350 ألف متر مربع، حرش سنوبر. ليش منا عامة؟ يعني لمين هذا الحرش؟ قانونيا حرش بيروت هو حق، هو ملك عام. نعم. يعني طبعا الدراسات القانونيه اللي عملناها بتقول انه اي مساحه هي صممت لخدمه العالم الناس بشكل عام، والموضوع الثاني اي مساحه هي ملك شخصيه عامه، وبهالحاله كانت بلديه بيروت، يصبح حكما هيدا ملك عام، واي قرار باغلاق هذا الملك العام هو قرار ضد القانون، ويجب اذا بدك وقفه واعاده فتح حرش بيروت. ليه اليوم مسكر حرش بيروت؟ في كثير حجج لتسكير حرش بيروت، وهي معظمها حجج تقنيه، يعني موضوع الاطفاء، موضوع انه الناس بتكب زباله الى اخره، ولكن براينا هذه حجج منا كافيه لاغلاق مكان عام، وقلنا نحن غير قانوني، يجب على بلديه بيروت ومحافظ بيروت انه يطلعوا بمهماتهم ومسؤوليتهم بوضع سياسي عام وقانون تقدر تفوت العالم على الحرش وتحميه ايضا من اي استغلال. شو المخاوف يلي عندهم اياها اليوم غير الحريق؟ يعني حكيوا بالحريق. نعم. اول شغله اكثر شيء، ولكن الدراسات برهنت انه اصلا مجهز بشكل انه ما ممكن يصير في حريق خطير، واي حريق ممكن تداركه. وايضا حكيوا عن موضوع النظافه، انه العالم مش بتكب زباله على الارض، العالم ممكن توسخ او ممكن يصير في مشاكل بين بعضهم البعض. الجواب تبعنا انه مثل ما في بالاماكن العامه بالاماكن الخاصه في قدره على ضبط الناس وعلى طقد نظافه، بالنسبه لنا في قدره على الاماكن العامه انه كمان ضبط العالم والنظافه. محمد، وين بيصير على المظبوط ببيروت؟ هو بين الطيونة، إذا بدك بين الطيونة وشتيلة وقصقص وشياح وطريق جديدة ورأس النبع، هول المناطق. هل استعمل عمل فيه شيء إيفانس أو شيء معين فيه، ولا دائما مسكر وممنوع حدا؟ هو مسكر دائما، ولكن صار في مبادرتين، واحدة منها جمعية نحن دعت العالم ليتعرفوا على الحرش، فعملنا بيكنيك انه الناس تيجي تنزل تعمل بيكنيك مع الاهالي مع الاطفال، ففاتوا على حرش بيروت وتعرفوا عليه. هيدا قبل بجمعتين ما نعمل نرجع نحن النقاش العام مع رئيس بلديه بيروت بمسرح المدينه عن اسباب اغلاق حرش بيروت. غدا دبيلي رح بلش معي. يعني انا من العالم يلي كثير بيقولوا انه وقت بدك تعمل مشروع بلبنان ما عندنا مساحات طبيعيه نروح عليها، على طول بنروح على محلات اندور. واكيد فتح هذا الحرش، اعاده فتحه هيدي خطوه كثير مهمه، بس كمان انا من الناس اللي بيقولوا انه اذا رح يديروها بيكنيك وارجيله واحسن يضل مسكر. بالنسبه لنا موضوع الارجيله موضوع بسيط ومحسوم، انه وقت تحطي قرار انه ممنوع يفوتوا الارجيله خلص الموضوع. بس في ناس تبقى محسوبيات وبتعرف كيف بلبنان بتصير القصص. حد الارجيله وصوره الزعيم، يعني هي محسوبيه ما بتعرف برخص له، بصير في رخص للارجيله. اكزاكتلي. انه ليش استاذ ايوب انتم عم بتطالبوا بفتحه؟ طب ليه ما عملتوا؟ ما دام عم بتقول انه القصه حجج، لو بدل ما بس تطالبوا بفتحه، وهون بين هلالين وصلني اخبار انه باللي عم يشتغلوا معكم عم بيرشوا على الحيطان انه مطالبه بفتحه بسبراي على الحيطان، يعني هيدي انه واحد عم بيطالب بيفتح شيء اخضر كرمال العالم بيجوا حيطان بقيه المدينه مش هينطالب فيه، شوي مش حلوه يعني. بس ليه ما عملتوا كل الدراسات كجمعيه كيف بتمنع وكيف بتحد من الوسخ، كيف بتحمي، كيف بتحط كل الدراسه وقدمتوها؟
ولحقتوها عبر من البلدية للوزارة وقررتوا تحطوا حالكم بتصرفهم لإنفاذها بدل ما تطالبوا وتتكلوا على حجاجهم. كرمال هيك نحن عملنا دراسة وقدمناها لبلدية بيروت وحطينا فيها البوليسي بسموها بيبر أي ورقة السياسات العامة، وهذه على كل حال ورقة السياسات العامة المواطنين عم يجتمعوا دعاين المواطنين للاجتماع لإقرار ورقة السياسة العامة. أما بالنسبة لرش الحيطان هذا اللي نحن عملناه هو جرافيتي وهو موجود بكل العالم أنك فيك تعمل جرافيتي على الحيط لتعطيه منظر. كلنا بنعرف بين الجرافيتي والرش العادي المكتوب الرش العادي كيف مكان الرش العادي في أي يعني. من أيام اسقاط النظام الطائفي وقت نزلوا رشوا عن موضوع حرش بيروت ما فيك تقول انه انا نحن اللي عملناه. طيب. انا نزلت في كتار رشوا نحن اللي عملناه بنحن المسؤولين عنه هو الجرافيتي اللي خصه بحرش بيروت وهذا عمل فني على حيطان اصلا مشوهه لانه ما في اهتمام فيها ما نزعوا شيء. ما هو الجرافيتي كمان عم تتعدى على حق عام يعني. نعم الجرافيتي عم تتعدى على حق عام. في عندك حبعطيك اثنين اكزامبل مثلاً. طبعا. المثل الاول عندنا محميه الارز اللي هي كمان للكل بس ليش هيدي مسوره بيفوتوا عليها ما لهم حق الناس يلموا خشبي عن الارض ونحن بدنا نسمح للناس يعملوا بيكنيك ويعملوا حرايق وقصص. هاي واحد. شغله ثانيه عندك برلين اللي هي برلين مدينه كلياتها غابي في ناس عندك مجنسين بالمانيا صاروا كل نهار احد يجوا يقعدوا ويعملوا مشاوي ودخان قاموا بألمانيا ايه بقويلو بألمانيا اذا واحد وقعت شجرة بيخافوا يروحوا يلموها لحتى ما يتهموه للزلمة انه هو يكبه على الارض انه هو كسره جبروا يرجعوا يصوروا كل شيء عم بحكيك بألمانيا لحتى ما يصير فيه هالشي. انا شخصيا بفضل تضل محمية ما ضروري تتسكر تنزار بس تنزار كمحمية ما تنفتح للكل لأنه نحن بعدنا بعاد لحتى نوصل لهالمدنية. في مشروع تنزار كمحمية يعني يصير فيها أشخاص فيها أنتريل أشخاص فيها تفوت تشوف وتظهر. أنا بس بدي أقول أنه لنحن بجمعية نحن قررنا أنه منا بارك. كان السؤال هون أطفالنا وين بيلعبوا شبابنا وين بيعملوا انشطه يعني الارجيل اللي هلا بس انت 25 واحد بالجمعيه يعني فيكم تاخذوا شفر صغير. نحن مش 25 واحد بالجمعيه 25 واحد ناشر. اطلقوا الحمله تدربوا ليقودوا الحمله. نعم. الجمعيه هلا استقطبت يعني نحن اخر ديبيت كان مع رئيس بلديه بيروت كان في 400 ناشط بمسرح المدينه. أوف. فنحن بلشنا ب 25 تدربوا من قبل جمعيه نحن اللي ما كانوا. نعم. جمعيه نحن تدربوا ليقودوا حمله. طيب جمعيه نحن هدفها الوحيد هي اعاده فتح حرش بيروت ولا عندكم غير اهداف نحن ايكولوجيه؟ نحن انطلقنا من نسبه مخدرات عم نحكي ب 25% عند الشباب بضواحي بيروت حوالين بيروت كلها. نعم. سوا نحن عم نحكي بتسرب مدرسي وصل ل 13% نحن عم نحكي بهجره الشباب 99% بتفتح السفارات ما بيبقى ولا شاب بلبنان. بالدراسات اللي عملناها النفسيه الاجتماعيه عن اسباب هيدي الظاهره واحده من اهم الاسباب كانت عدم وجود مساحات للعالم ليتتنفس. وين بيلعبوا أطفالنا؟ أنا بسأل. ما إلها علاقة بجمعية نحن شو بتعمل فيها جمعية نحن تروح تكسر ما بعرف البلد كله يتساوى شو خص هيدا بهيدا. الموضوع موضوع مساحات. هل يحق للأطفال أن يكون لهم مساحات يلعبوا فيها يتنفسوا فيها؟ هل يحق للشباب أن يكون لهم أماكن يلعبوا فيه فوتبول يظهروا مع رفقاتهم؟ أو الفقراء ما فيهم اللي ما فيهم اللي ما فيهم مين عم بيقول غير شيء اللي ما فيهم يتحملوا مين عم بيقول غير شيء؟ نحن مستقبلين كذا شخص وحديثنا كله أنه لازم يفعل في الجير ببيروت وأماكن خضرة ببيروت. تفضل حبيبي بدي اقول شغله. في مشكله اكبر. اول شيء نحن مش حابين كنا نستغيب بلديه بيروت ووجهه نظرها. سو نحن رح نوعدك اول شيء من برنامج من الاخر ومن هالتلفزيون انه رح نتابع هذا الموضوع معك ورح ندق باب رئيس البلديه ونقول لك شو السبب. بس انا بعتقد كمان انه في موضوع كتير مهم جغرافيا. الحرش يلي هو كتير كبير 350 الف متر مربع. نحن ببلد غير امين. بعد ما نضج امنيا بقى كيف فيك تضمن انت انك تضبط هيك حرش كبير من الناحيه الضبط الاخلاقي؟ شو بدك بالحريقه؟ انا بحط بصف ستان تحت بضمن لك اياه والنظافه كمان نعمل اكيب تنظيف. بس اغتصاب وتحشيش وسلاح وهريبه بمنطقه بعدها امنيا بعدها مش ثابته.
هيدا بعتقد هون البروبلم. بس على كل حال يعني لا نحن عندنا جواب ولا انتم عندنا جواب. اكيد جواب للبلدي. الانفلوب تبعكم كثير حلو انه نحن بدنا اولادنا يلعبوا بالدراسات. عندنا جواب. الدراسات اللي اجرتها جمعيه نحن ببيروت وضواحيها اثبتت انه العنف ليس طائفي. العنف موجود بين حي وحي وشارع وشارع. والتفكك الاسري اللي يمكن زميلتي بعدين حترجع تحكي عنه هو موجود بكل العيال. العنف اصله واساسه هو بقلب العائله الوحده. الاخر هو خيه. ولكن ما بينحكى الا عن العنف الطائفي لانه بيبيع وقت الانتخابات. المشكله اعمق من هيك. مع اللي انتحروا العشره اللي انتحروا مؤخرا ما انحكى عنهم. الشباب اللي عم يتهجروا ما لنا موضوع بيجيب. بس استاذ محمد رح اللي قتل سبعه من اهله تمام مش موضوع ينحكى فيه. بس اللي ضرب شيعي بصير موضوع مهم لا ينحكى فيه. لا استاذ محمد عفوا رح وما قصده هيك حبيب. اكيد رح نحد اليوم من الهجره إذا رجعنا فتحنا حرش بيروت تنكون منطقيين بالنهاية. طبعاً لأنه المساحة العامة شو بتعمل؟ أول شيء الثورات كلها بالعالم العربي صارت بالساحات وبالمساحات العامة. والساحة لها علاقة بتاريخنا. بس إحنا ما بدنا نطلع الحرش لثورة. المكان لا مش لك. المكان يعطي انتماء ويعطي ملكية ويعطي هوية. وقت أنت تشلح الإنسان من المكان العام عم بتشلحه من هويته وعم بتقله في العبلة التاني. كم عنصر بده تيحرسه هيدا الحرش؟ عندك فكرة؟ نحن اقتراحنا أن يكون في أمهات بيروت ينزلوا يحرسوا الحرش وهن متطوعات فين يكونوا. كيف يعني؟ أمات بدها تحرس الحرش. نعم نحن برأينا أنه في يكون جمعيات كشفية وجمعيات مدنية. يعني حطوا كاميرايات. مين بيطبخ الدرك؟ ما نحن ما حنطبخ جوا. لا بس يا استاذ ايوب مين بيرد؟ نحن بنشوف انه بلبنان انجأ بيردوا على الدرك بعد بدهم يردوا على الكشافه وعلى الامات. يعني ما حدا مع باله يشوف حرش اخضر ولاد عم تلعبوا عالم قاعده وختياريه وصغار وكبار واللي بدك اياه. لا بس مثل ما قال انه كيف بدك تضبطه؟ مين بيرد على الكشافه؟ مين بيرد على امات؟ ليش ليه بالاماكن الخاصه ما فيها المشكله؟ لانه بكون غير الاماكن الخاصه ما في 350 يعني جنينات العالم مش 350. اذا اللي ما بيقدر يدير 350 الف متر مربع ما بيقدر يدير لبنان ولا بيقدر يدير مش بيروت. مش لبنان مشان هيك مسكرينها. كان نسكر لبنان ونفل. لا ما عملنا شوي مسكر. تعال نتعلم بحرش بيروت كيف نديره لنبقى قبل الاخر. حبيب خبرين انا مع حرش امن للولاد والشباب. انما بعد ماني واثق انه معقول تصير هلا قريبا على مساحه 350 الف متر. وانا مع بلد امن لكل الشباب وكل اطفال لبنان. اكيد ما حدا ضد هالشيء يعني بالنهايه بدها بيله كمان نفس الشيء على امل يفتح الحرش بس يكون امن ومؤهل بطريقه مظبوطه. راشد بحصلي انا مع فتحه بشكل تدريجي. يعني مثلا ينفتح نهار بالجمعه بالاول بعدين مرتين بالجمعه لحتى الناس تتعود على الخضار ويهتموا يعرفوا يهتموا بالنبات. لانه في ناس بينبسط انها تكسر. انا بشوف ناس بينبسطوا بيكسروا نبته بيكسروا شجره وبيكسروا شجره. مين كسرهم ليه حتى ينبسطوا بالكسر؟ في ناس بينبسطوا. رولا منصور انا بتمنى اكيد انه يفتح. وبس بتمنى اذا فتح ما تعجقوه ويحطوا لونا بارك ويصير يضل اخضر ومساحات بس نتمشى ان شاء الله. شكرا. انا طبعا مع افتتاحه ضمن نفس النقاط اللي مش رح ارجع عيده مثل ما قالوا حبيب وراشد ورولا. ولكن كمان عندي وحدة نزول اذا مزبوطين كل الاخبار والصورة اللي شفتها على الرش وين ما كان على الحيطان مش الجرافيتي. لانه اذا عم تحكي بيئة بتلوث تتعمل بروموشن ما بتبشر بالخير. بس ان شاء الله بالنسبة لفتح بس الحلقة. نحن على كل حال مش جمعية بيئية. نحن جمعية نفسية اجتماعية. ما لنا الموضوع حرش بيروت مش موضوع بيئي هو موضوع اجتماعي درجي. بس لازم ننظر له كمان له جانب بيئي ولكن اساسه هو حق اولادنا باماكن بمكان عام مش على الشارع يلعبوا. من الاخر انا مع فتح اكيد الحرش. وانا بقول وباكد لكم اذا بيفتح الحرش وبتعيش العالم هيك شوي مرتاحه حاجه قاعده على الكمبيوتر كل الوقت من الصبح لليل والارجيله بالبيوت. وانت بتنزل بتحرشته؟ انا اكيد بنزل. انا بفضل الاميات يحرسوا لانه اكيد بحترمهم اكثر. ساعتها عندهم رهبه اكثر من ما انه يكونوا ناس درك ومتطوعين. متطوعين اكيد امياتهم. محمد ايوب شكرا كثير لوجودك معنا ليلى. ان شاء الله توصل الصرخه وان شاء الله يعاد افتتاح حرش بيروت بس اكيد ضمن كل الجوانب اللي نحكى فيهم بهذا البرنامج حتى نقدر نوصل على حرش امن وسليم لكل الاطفال اللي بنسوا.